أسابيع عجاف عانق النسور الخضراء الفوز في الدورة الماضية على حساب ممثل الإسماعيلية النادي المكناسي، ودخلوا مواجهتهم اليوم أمام حسنية أكادير، وكلهم أمل في تحقيق نفس النتيجة ضد فريق قوي عائد من منافسات كأس الكاف. ظهور قوي لفريق الرجاء البيضاوي الذي سيطر على أطوار الجولة الأولى، لكنه لم يستفد من المحاولات التي أتيحت له، خاصة محاولة زكريا الجوهري الذي انفرد بالحارس، غير أن اللاعب حسن أشرف فلح في إبعاد الكرة من خط المرمى في الدقيقة 18. وعلى أبواب 25 مترا تمكن اللاعب هشام العلولي من اختراق شباك القلعة الخضراء مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 31، هدف جاء ضد مجرى اللعب بعد أداء جميل للفريق الأخضر. الدقيقة 38 رفض حكم المباراة الرويسي هدف الرجاء بدعوى تسلل اللاعب خالد السباعي لينتهي الشوط الأول بهدف لصفر. الرجاء حاول مع بداية الشوط الثاني البحث عن هدف التعادل، بالمقابل بحث فريق غزالة سوس عن هدف لتأكيد الفوز. الدقيقة 60 وبعد انسلال من الجهة اليسرى وانفراد بالحارس المنافس، لم ينجح اللاعب سفيان العلودي من إسكان الكرة في مرمى حسنية أكادير. فريق الرجاء لم ينجح في استثمار عامل الإرهاق والإعداد لمواجهة الحسنية، لتنتهي المباراة بفوز حسنية أكادير بهدف لصفر. فوز سيرفع معنويات غزالة سوس في المواجهة القادمة ضد دولفين النيجيري لتجاوز عقبة الهدف الوحيد.